اوكي. وايد ناس تعتقد ان انا اذا بسعد اللي حولي او اني بسوي شيء خيري ابي افيد الناس لازم اكون غنيه، لازم يكون عندي مبلغ، لازم لازم لازم. بس في النهايه انت ممكن تسعد اللي حولك بشيء بسيط جدا. ففكره الدينار ان انا شلون ممكن اسعد اللي حولي او اقدم شيء حق المجتمع واساعد غيري بهالمبلغ البسيط اللي هو دينار. فانت تقدر تسعد اللي حولك بدينار.